في كل عملية توغل إسرائيل لا تحقق أهدافها رغم سقوط الشهداء والجرحى، ولكن الأساس في هذه العمليات هو تشريد الشعب الفلسطيني، الضغط عليه، تحويل حياته لمعاناة مريرة، تدمير كل مكونات حياته، تجويعه، إغلاق كل الطرق، دفن السلام تحت الجرافات وأنقاض البلدوزرات الإسرائيلية، والآن يحاولون تدمير وهدم أحلام الشعب الفلسطيني سواء كان مواطنين أو نازحين أو مدنيين أو مقاومين. لكن كان الجواب واضح اليوم من خلال المسيرات التي حدثت في جنين بعد عمليات القمع والقتل التي أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين وتدمير الشوارع والمنشآت وكذلك النصب التذكيرية للشهداء. كان الجواب من خلال المسيرات الغاضبة التي ذابت شوارع جنين والتي تقدمها العشرات من المقاومين والذين قالوا مع المواطنين كلمة واحدة: الشعب الفلسطيني لم ولن يتخلى عن أرضه وستستمر هذه المعركة في جنين التي يسميها الاحتلال عش الدبابير وجنين وكل الوطن الفلسطيني حتى دحر هذا الاحتلال وتحرير الأسرى، تحرير الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال.